لمزيد من النقاش ينضم إلينا من لاهاي مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير. مرحبا بك أبو بكر. إذن استمعنا حتى اللحظة للإفادات التي تقدمت بها الوفود المختلفة في هذه الجلسة، هل من تفاصيل أوفى حول مجريات الجلسات؟ صحيح، اليوم والأيام القادمة كلها أيام دعم للموقف الفلسطيني الذي استعرضه الوفد الفلسطيني بالأمس. بدأ اليوم الدعم على لسان أولا جنوب أفريقيا، أول المتحدثين، ثم الجزائر. الدعم يعني تعزيز الرواية الفلسطينية والتي هي بالأساس رواية دولية مبنية على قرارات الشرعيات الدولية بأن الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هو وجود احتلالي. عدد وفد جنوب أفريقيا ومن بعده الجزائر حتى هذه اللحظة عددوا ما يثبت أن هذه الممارسات هي ممارسات احتلالية، وهي يعني تقضي على أمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم. تحدثوا عن الاستيطان غير القانوني وغير الشرعي في بالذات في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، وكان لافتا الحديث عن القدس الشرقية لا سيما وإن إسرائيل في موضوع القدس بالذات تعتبره موضوعا حساسا، وقد ضمتها على عكس الصيغة القانونية فلنقل للضفة الغربية وتقول أن القدس موحدة عاصمة لدولة إسرائيل، هكذا يعني تدعي إسرائيل، وهكذا هذا ما عززته الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما اعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل. هذا انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وللقوانين الدولية. اليوم أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة تأتي وفود يعني 52 دولة لتقول أن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية هي أراضي خاضعة للاحتلال ويجب إنهاء الاحتلال هناك، ولا شرعية لأي إجراءات إسرائيلية مهما وصفت بالقانونية هناك. إذن أيضا على مستوى الضفة الغربية كان هناك حديث عن الاستيطان وعن تدار الفصل العنصري وكيف أن إسرائيل دائما يعني كانت قادرة على التملص من العقاب وكانت فوق المساءلة، حتى وأنه قد جاء الوقت الذي تساءل فيه إسرائيل بل تتهم بالاحتلال وتسمى الأمور بمسمياتها، بما يعني أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هو احتلال وليس أي شيء آخر، ويجب إنهاء هذا الاحتلال لأنه ينتهك القوانين الدولية وعلى الفلسطينيين التمتع بحق تقرير المصير. شبهت جنوب أفريقيا ما يحدث في الأراضي الفلسطينية بما حدث في جنوب أفريقيا من نظام فصل عنصري، وهذا أيضا كان تشبيها لافتا وقويا من جنوب أفريقيا. أبو بكر، يعني ما الذي نعرفه بالنسبة للجانب الإسرائيلي وموقفه حتى اللحظة؟ قاطع هو الجلسات، دفع بعدم شرعية هذه الجلسات؟ إسرائيل كانت اعترضت على فكرة أن تناقش محكمة العدل الدولية أصلا هذه القضية، وهذا الاعتراض سجل في ديسمبر عام 2022 عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية. إسرائيل تقول أن المحكمة غير مختصة بمناقشة هذا الملف، وبالتالي هي لم ترسل وفدا للتعبير عن نفسها والدفاع عن نفسها، ولا حتى الآن لم ترسل بيانا مكتوبا يذكر فيه هذه النقاط، فقط هي ترفض المحكمة شكلا ومضمونا. دعنا نقول فقط، دعنا نؤكد أن إسرائيل منذ أسابيع يعني أقرت بشرعية المحكمة وأرسلت إليها وفدا يدافع عن إسرائيل ضد تهمة ارتكابها جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في الحرب الدائرة الآن، بمعنى أن إسرائيل تنتقي عندما أرادت أن تدافع عن نفسها اعترفت بقانونية وشرعية وسلطة المحكمة وأرسلت فريقا للدفاع عن نفسها هناك، ولكن في قضية الاحتلال لأنها قضية محسومة بالقوانين الدولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول كلها تعرف وتقول وقالت بشكل رسمي عدة مرات أن الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة والقدس الشرقية وجود احتلالي، فبالتالي لا تملك إسرائيل القدرة أصلا على إنكار هذه الحقيقة ولا القدرة على الدفاع عن نفسها، فلجأت إلى فكرة إنكار دوري المحكمة وتشبث بأن المحكمة غير مختصة. هي حتى الآن لم تقل أنها لا تحتل الأراضي الفلسطينية، هي تشكك في مصداقية المحكمة وبالتالي يعني تقول أنها لن تلتزم بقرارات المحكمة، وطبعا يعني هذا ليس بجديد على إسرائيل أنها أساسا لا تلتزم لا بقرارات محكمة العدل الدولية ولا بقرارات أي جهة أممية ودولية أخرى، هكذا يعني تعلمنا خلال العقود الماضية. لا يبدو أن سوف يكون هناك استثناء، وإن كان هذا الرأي الذي سوف يصدر عن المحكمة رأيا استشاريا وليس غير ملزم قانونيا، مع ذلك إسرائيل ترفض من حيث المبدأ وترفض المحكمة وتتخوف من هكذا قرار، لأنه يعزز الصورة الآن الجديدة على إسرائيل كدولة احتلال ودولة إبادة جماعية وترتكب جريمة الفصل العنصري. شكرا جزيلا لك أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من لاهاي.